بسم الله الرحمن الرحيم. الماتش ما تلعبش لان الامن رجال الامن ما حضروش. السيد المسؤول اللي خصو يعلم الامن نهار الاربعاء ما علمهمش. احنا كاطور كمدربين كاين سي سليم المدرب الاول وكاين عبد ربي هو بنيس عبد الهادي المساعد ديالو. كنتفاجئوا ما كاينش الامن. الناس نواصر الى ريزو ما عندهم حق بيلعبوش لان خصهم باش يامنوا ريوسهم والحكام عندهم حق بيلعبوش باش يامنوا ريوسهم. هذا هو اللي كاين. السي الناهي قال لي راه كاين محضر عيطوا للبوليس. قال لي راه كنعيطوا على السيد على حسب هضرته. قال لي راه عيطنا على السيد باش يجيب. هو هذا السيد اللي قال لكم هذه الهضره هو كيتحمل المسؤوليه ديال هذا الشيء. هذا هو اللي كاين. قال لي راه كاين محضر بان صيفطناه وهذا وكنتسناو باش يجيبوه وعيطنا على البوليس باش يرجعوا. قال لي ولكن صافي راه طروطا. الا قال لكم هو هذا السيد هذا خصو يحضر المحضر باش ماشي المحضر بان خصو يحضر وثيقه من عند رجال الامن ديال الامن ويقدر يتعاود الماتش الا حضرها في لادات في التاريخ اللي خصو يتلعب فيه الماتش. مثلا دارها الاربعاء خصها تكون عنده الاربعاء قانون يتلعب تدفع للبوليس نهار الاربعاء ولا الخميس. ما يمكنش تكون الجمعه مثلا ولا السبت. الجمعه مثلا لا حنا خصها تكون قبل بيومين 48 ساعه ولا 24 ساعه باش يعطيوك وثيقه بانك راك مخلص رجال الامن ورجال الامن غادي يكونوا معك في الملعب. وعافاك شفت اللعابه كاعيين تقلقوا ما تقولش كاعيين باش اللعابه تقلقوا. علاش؟ لان احنا جوج محطوطين في الترتيب محرج في الرتب محرجه. يعني كنا خصنا نلعبوا تلعب وما تاخذ نقطه ولا تخسر باعتذار او بفورفي كما تيقولوا وما تاخذ حتى نقطه. كيكون عندكم ناقص ولا بيان سور شفت انا اكزاكت ما هاد مع حكم تسميتو ما بقيتش عارف كيفاش كيديروا هاد دابا الترتيب ديال هاد العام كيفاش داير. لان كتعرف الجامعه ما كايناش وسميتو ما كاينش كاين مشاكل في الجامعه سي نورمال. حتى الناس تاع نواصر جاتهم مزيانه ما يلعبوش يربحوا بدون مقابلة بلا ما يلعبوا. عندي واحد السؤال آخر. تفضل. هو المشاكل المشاكل ماشي عند اللعابة. المشاكل عند من المدرب حتى اللعابة حتى الآخر حتى شارجيت ماتيريال. تنظن ماشي غير حدا الوداد كاملة فيها مشكل تاع الخلاص. اللعبة مخلصينش. الناس تاع الوداد دايرين مجهود ديالهم باش يعطيو باش يوفروا شوية تيقولوا تسناو. احنا كمسؤولين حنا راه ما مخلصينش فحالنا فحالهم وحنا صابرين. ما دابا لحد الان مازال ما عرفتش الرئيس ديالكم شكون هو. السي الناهي ولا شي واحد اخر؟ السي الناهي. لان المدرب قال لي راه كيضحي معنا وهو ماشي هو 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 كان رئيس واحد الوقت واش لقى مشاكل ويعطي اللعابه ولا شي حاجه. هنا فين حبس. هنا قال لي ما نبقاش انا رئيس لان بزاف باش يقول هذا السيد راه ما مخلص هو شارجيت ماتيريال وما عندوش هذا خدمة ديالو هي هذه اللي كيترزق منها الله. وبحكم عنده الوليدات وهو اللي مقابلهم عنده حتى المراه الله يرحمها ماتت ليه وهو اللي مقابل وليداته. تصور هاد السيد اش غيدخل لولادو وقول لي انت اش غيدخل لولادو هاد السيد شارجيت ماتيريال. خويا وزياده على ذلك هو المسؤول الوحيد على هاد الشيء كامل اللي وقع هو السي الناهي لانه هو اللي كيدير. نحيدو المشكل ديال لي سالير وداك الشيء ولكن مشكل الامن هو اللي كيتحمل مسؤوليته. شكرا سيدي. كاين مشكل. اهلا وسهلا.